معنا اتصال آخر. أبو عبد الرحمن من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سم شيخنا الفاضل أحسن الله إليك، من الله علينا بالحج هذه السنة، فبتنا ليلة الحادي عشر في منى، وبعد وفي الصباح سألنا بعض الناس فأخبرونا أنه هذا المنطقة العزيزية وليست بمنى، منى تبعد عنا فقط 500 متر، وكان هناك زحام شديد للناس. هذا السؤال الأول. نعم، تعتبرون لم تبيتوا في منى هذه الليلة، فعليكم إطعام مسكين عن ترك ليلة من المبيت في منى، لأن كان الواجب عليكم السؤال عن منى حدودها. نعم.